في المدري شهر شهر not that lie the world's first astronomy site was built in Africa and it's older than Stonehenge. Stonehenge كان هو يعني أوروبا أو بريطانيا. أنا رحت Stonehenge بريطانيا ما رحت حد في فرنسا يعني حاجة زي not that lie بس الأحجار يعني بقيت السقف مثلا أربع مرات ارتفاع دي يا فندم 14000 7000 هي الكلمة المكررة عندنا في مجتمعنا في مصر كل ما تكلمني حد يقول لك احنا حضرت 7000 أنا بحاول بقالي 10 سنين أقلب الجملة دي وأقول لهم لا احنا حضرتنا في مصر أعمق من 7000 احنا 14000 لو أنت ماشية بيك الاختراعات أو زي ما قلت للباشمهندس نصف الجملة اللي أنت بتحب كده ميكس وبتقول إن البني آدم كان عايش في الصحراء بيعمل الحضارات تمام؟ ما أصعب من حضرتك الكلام مور ثاني فأنت انبهرت إنك تطلع صح؟ انبهرت بالفلك وانبهرت بحلية تنظيم البيوت دي يعني لما تدفع تتفرج دلوقتي البيوت بتبني إزاي؟ يعني ما بين ده عملت عشوائية أكتر من 14 يعني سنة ماضية عشان تكتشف إن لما بتفهم تطلع تحت الأرض أحجار مقطوعة ومن معانا الحجر طلنا ونص ترجع الى 14000 سنه كان ده بيت اللي جاي تحت يعني هتصدم شويه تكنولوجيا انا ما بكلمكش ليست يعني ليست دماغك ما يروحش تكنولوجيا 20 23 لا التكنولوجيا بتاعت وقتها انك تقطع من الجبل اللي لقوه على بعد كيلو 0.6 ميل تقريبا الجبل اسمه نابتا جبل النوبي في الجنوب اسمه نابتا بلايا كلمه اسبانيه للشاطئ عشان البحيره اللي عملوها بتتبني بالميه فسموها نابتا بلايا من هنا كانت التسميه لا خلاص لان انت من 9200 تقريبا الميه بقت تجي لك في فصل الشتاء والحته اللي في الجنوب دي خلاص ما بقتش منطقه لكن انت بقيت 9200 تقريبا انت كنت بلد منطقه عصر خلاص الطقس اتغير زي ما الطقس اتغير السنه لكن مش عارف الصيف جاي عامل ازاي الشمس بتنزع ازاي انا ما بتشوفش في الصحراء انا حاطين درجه حراره مليون انا مره شرحت بصمت ده كده بالظبط 56 درجه حراره طيب انا كده في الطياره وانا هنا مع من الدكتور انا كنت بتكلم مع سياده المحافظ كنت بقول له احنا جنان وكنت بستمع يعني سياده زمان لما كان معايا مجموعه كبيره وقالوا عزمنا جوه ورناش الشكل بتاع انا اخدت المجموعه دي الطياره انت كده تمبرتشر اوت سايد كابن 56 ديجري سنتيجريد شرحت معبد ابو سمبل للانجليز اللي ما بيشوفوش الشمس وجبت كل واحد فيهم ازازتين ميه تلج وقلت لهم ما انتوا بره الطياره حطوا ميه في دماغكم ولبسوا عشان يعيشوا مستخلصين هيموتوا مني هيحصل لهم ضغط عالي هينفجروا وشرحت المعبد فانا ما عنديش ادنى مشكله انا الاسبوع اللي فات في يوم معين الشمس كان فيه درجه حرارته عاليه وكانت بتلسع طلعت من مكتبه مصر خلصت المحاضره طلعت بره لساعدني الشباب لساعدني وانا راجل كنت بشوف الدور في الصحراء فالطقس اللي اتغير الطب وي دي قال لك طب والناس بتاعت نابتا بلايا الجنوبيين المصريين العظام دول عملوا ليه الاحجار الملساء احفر احفر لقوا في حاجه وراها احفر احفر لقوا في حاجه وراها لقوا المصري الجنوبي العظيم عامل خط في الشارع في الارض شارع تحت الارض موجه الاحجار دي كلها كده في صف مستقيم. لو طب نشوف الصف المستقيم ده على طول روح السنه وخدوا مني دي يعني من اخوكم بس اي معضله عندك مش فاهمها في مصر القديمه اصبر هتحل هتحلها بص فوق هرب ليه؟ طب شو نعمل ثلاثه؟ طب فين الجد فرع؟ بص فوق شوف البلد من مال وتقعد وراي اطرح عنه النظريه الفلكيه. تمام دي الحل في السماء بالنسبه لمصر القديمه. صح ولا مش صح؟ ممكن تشوف ده خوفه وخاع افرع وسماء بقفرع ومن كاورع صح؟ طيب تاريخيا الكلام ده غير صحيح. وكان في حاجه غلط. صح ولا مش صح؟ ليه؟ لان ما بين خوف وخفرع يوجد ملك حكم مصر 8 سنين ممتاز في حكمه اسمه جد فرعون
ما حطش غير غرام بتاعه. شفت بقى تاريخ بتاع كتابته ازاي يا جميل؟ شفت بقى كتابته بتاعت التاريخ ازاي؟ لان انت المفروض لو انت ماشي تاريخ مظبوط كلاسيك سليم حسن ومارك مانر وكل الناس الكلاسيكيين دول، مش افكار جديده ولا نظريات ولا بتاع، خلاص. خوفو من 28 ل 32 سنه حرب. جدفا ابنه كان على خلاف مع العيله. راح رايح على الغواش وعمل الهرم بتاعه هناك. رجعنا مكان الحق افرع. بعد جدفا عمل هناك. من افرع؟ يعني كان في خلافات. اخبر اخوك ايه يا اسطى؟ انا بقيت على 3 سنين ما كلمتوش. ليه؟ الناس مش عايز الولد في